يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة جديدة من جولات استوديو الأبطال، والحقيقة النهاردة جولتنا في غاية الأهمية. النهاردة معادنا مع المباراة الثانية من سلسلة نهائي الدوري المصري الممتاز لسيدات الكرة الطايرة ما بين النادي الأهلي وما بين النادي الزمالك. الحقيقة إن احنا شفنا أول أمس مباراة كبيرة جدا، قدر النادي الأهلي إن هو يتغلب فيها ويفوز في الماتش بنتيجة 3-0 بعد مباراة شفنا فيها مستويات الحقيقة ولا أروع من أغلب لاعبات الفريق، وخصوصا طبعا المحترفة تاتيانا بوكان. الحقيقة إن هي كانت هايلايت الماتش ده، أكيد هنتكلم عنها باستفاضة خلال الاستوديو التحليلي. الحقيقة تاتيانا بوكان منذ انضمامها للفريق وإعلان النشاط الرياضي عن التعاقد مع تاتيانا بوكان، الحقيقة ده كان في منتصف سبتمبر الماضي، يعني احنا بنتكلم مثلا عن 7 شهور. تاتيانا بوكان قدمت موسم الحقيقة رائع جدا مع فريق النادي الأهلي. وكمان لو عايزين نتكلم عن عناصر أخرى من الفريق فأكيد هنتكلم عن ندى وليد ليبرو. الفريق الحقيقة شالت كور كتير جدا وقدرت إن هي تدافع عن ملعبنا بشكل مميز، وده كمان يعني بالإضافة لعدد من العناصر التانية أبرزهم أيضا ندى حمدي الوافدة الجديدة اللي قدمت الحقيقة أوراق اعتمادها بسرعة شديدة جدا مع جمهور وعشاق النادي الأهلي بعد ما شافوا مستواها إزاي. الحقيقة أن هم كانوا بيشيدوا بيها بشكل كبير جدا، والحقيقة تستحق هذه الإشادة. وأكيد بجانب كل العناصر اللي أنا ذكرتها سواء ندى أو تاتيانا، معاهم طبعا المايسترو دعاء محمد صناعة ألعاب بالفريق، واللي قدرت أن هي تتفوق سواء في الإعداد يعني زميلاتها وحوائط الصد كمان. ده أكيد لو بنتكلم عن كل هذا الأداء فبنتكلم عن توجيهات القدير طبعا كابتن إبراهيم فخر الدين. عايزة أقف شوية عند كابتن إبراهيم، الحقيقة أنه هو منذ قدومه في هذا الموسم كابتن إبراهيم يمكن غير شكل الفرقة. إزاي غير شكل الفرقة؟ ده يمكن بنتكلم عنه مرارا وتكرارا في الاستوديوهات التحليلية المختلفة. كابتن إبراهيم الحقيقة كابتن مخضرم وعنده خبرة كبيرة جدا، كنا بنشوف حتى بعض اللاعبات بيبقى مستعجلين أو يمكن كمان كانوا بيبقوا عندهم استعجال شديد وعندهم طاقة شديدة. شفنا اللاعبات دول في الموسم بعد تولي كابتن إبراهيم إن هم بيتحلوا ببعض الهدوء، والحقيقة إن هم بقوا أهدى في أدائهم، وده قدر إن هو يسيطر عليه كابتن إبراهيم برضو بهدوء شديد، لأن إحنا دايما بنشوفه في أرض الملعب توجيهاته قد إيه فيها هدوء، وقدر إن هو يعمل سكواد لفريق سيدات كرة الطايرة بالنادي الأهلي ناجح جدا وفي عناصر ناجحة جدا. والحقيقة أن هم بيتمتعوا بعدد كبير جدا من المهارات، وقدر كابتن إبراهيم أن هو يطور هذه المهارات بشكل كبير. فعشان كده الحقيقة كابتن إبراهيم بنقدم له كل التحية لما وصل إليه مع فريق الكرة الطايرة سيدات. أكيد كلنا بنشكره، جمهور النادي الأهلي كمان يشيد بيه والحقيقة في ظهره بشكل كبير جدا. لو هنتكلم عن مباراة اليوم ما بين النادي الأهلي والزمالك، بالنسبة لنا هو مباراة أو لقاء لا يقبل القسمة على 2. فوزنا بيه طبعا بيمنحنا لقب الدوري بشكل مباشر، خاصة بعد ما فوزنا بالمباراة الماضية هنقدر طبعا نحتفظ باللقب الغالي الخاص بينا وبسيدات طايرة الأهلي. أما لا قدر الله لو خسرنا، وإن شاء الله نأمل إن ده ما يحصلش النهاردة خاصة بعد الأداء الكبير اللي احنا شفناه خلال المباراة الماضية، هنلاعب الزمالك ماتش فاصل يوم السبت الجاي على نفس الصالة وفي نفس الميعاد. زي ما احنا عارفين إن يعني سلسلة النهائي أو المرحلة الخاصة بنهائي الكرة الطايرة بيتلعب بنظام best of 3. لعبنا مباراة النهاردة المباراة التانية، المباراة الأولى كانت أول أمس، وإن شاء الله النهاردة لو قدرنا إن احنا نحسم مباراة مش هنضطر إن احنا نروح لمباراة تالتة. الحقيقة إن فريقنا وسيدات طايرة الأهلي ماشيين بشكل يعني فوق الرائع، كويس جدا في الفترة الأخيرة. اللاعبات عندهم تركيز كبير جدا ومركزين بشكل كبير علشان يقدروا يفرحوا كل جماهير النادي الأهلي ونحقق بقى رباعية التاريخية بعد فوزنا بكأس السوبر وكمان اقترابنا من لقب الدوري. وهيبقى فاضل لنا بقى بطولتين كمان، هم كأس مصر وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري، واللي هيستضيفها النادي الأهلي كمان أيام على أرضه في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. الحقيقة إن القرعة هتكون يوم 13، البطولة هتبتدي يوم 14 إن شاء الله. لكل جماهير النادي الأهلي أكيد طبعا محتاجين دعمكم، والفريق محتاجين أكيد دعمكم في هذه البطولة الهامة جدا اللي هتقام على مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وده أكيد بالنسبة لنا شيء إيجابي إن هي موجودة
على ارضنا وعلى ملعبنا في المقر الرئيسي بالجزيره. هي ان احنا لعبنا الزمالك ماتشين على مستوى الطايره سيدات لحد دلوقتي، قدرنا ان احنا نفوز في المواجهتين بنتيجه 3-2 في نهائي كاس السوبر المصري واللي كان اتلعب على صاله اتحاد الشرطه الرياضي بالدراسه من شهرين، وبعديها في مواجهة أخرى فوزنا بنتيجة 3-0 أول امبارح طبعا في سلسلة ماتشات النهائي، واللي زي ما أنا يمكن نوهت منذ قليل بيتلعب بنظام البلاي أوفز أو الباست أوف 3، يعني زي ما احنا قلنا لو الفريق لعب مباراتين قدر أنه هو يكسب فيهم ما بيضطرش أنه هو يروح لمباراة تالتة، ولكن في حالة ان هو كسب ماتش وخسر ماتش اخر لا قدر الله بنروح بقى للماتش الثالث، ويعني يمكن دي بتبقى ثالث مواجهة ما بين الفريقين وعلى اساسها بيتحدد طبعا مين الفايز. النهارده بنتمنى ان احنا نفوز بهذه المباراة، اكيد هتبقى دفعة قوية جدا وتقربنا او خلاص بقى تحسم فوزنا بلقب الدوري لسيدات طايرة الاهلي. الحقيقة مقدمين موسم استثنائي وموسم كبير جدا على جميع المستويات، هنتكلم طبعا خلال الاستوديو التحليلي قبل انطلاق المباراة في كل الأمور الخاصة بالمباراة الماضية، وإحنا كمان محتاجين إيه في هذه المباراة علشان نقدر إن إحنا نتخطى الزمالك بكل سهولة يمكن زي ما إحنا شفنا خلال المباراة الماضية. كان من المفترض طبعا أن مباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك بتنطلق في تمام الساعة 11 مساء، ولكن قبلها كان في مباراة ما بين سبورتينج وسموحة، والحقيقة أن المباراة يمكن لسه بتلعب حتى الآن، وخلينا نقول أن هي دلوقتي النتيجة 2-1 ما بين سبورتينج وسموحة، 2-1 لصالح سبورتينج. المباراة الماضية أيضا كانت بتلعب في نفس اليوم الخاص بمباراة النادي الأهلي ونادي الزمالك، كانت أول أمس برضو، والحقيقة قدر أن هو سبورتينج يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-1، وخلاص بيقترب برضو سبورتينج من تحقيق المركز الثالث في هذه البطولة، وكمان زي ما بنقول كده يمكن تحقيق الميدالية البرونزية. سبورتينج وسموحة الحقيقة برضو مباراة اليوم أدائها الحقيقي يعني ديربي سكندري قوي جدا ما بين الفرقتين، وعلشان كده يمكن شايفين مباراة فيها ندية بشكل كبير جدا، علشان كده يمكن مباراتنا هتتأخر بعض الشيء، أو يمكن يعني هتنطلق في تمام الساعة 11 وربع أو 11 ونصف يعني على أقصى تقدير، لأن أكيد زي ما احنا عارفين بيبقى في ما بين المباراتين 25 دقيقة تسخين للفرقتين في أرض الملعب بعد انتهاء المباراة اللي بتسبق المباراة طبعا الفاينل، أو المباراة اللي هتكون موجودة النهاردة ما بين النادي الأهلي والزمالك، تاني مباراة في سلسلة نهائي دوري كمان يمكن كرة الطايرة سيدات. مباراة قوية جدا إن شاء الله نقدر إن احنا نحسمها لصالحنا، هيكون معانا ضيوفنا في الاستوديو التحليلي عشان نتكلم معاهم في كل الأمور الخاصة بمباراة أول أمس طبعا والمباراة الأولى ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك، نقاط القوة والضعف الموجودة عندنا، ويعني خلينا نقول إن احنا إن شاء الله أغلب النقاط اللي عندنا هي نقاط قوة، وهنتكلم كمان عن أبرز نقاط الضعف عند نادي الزمالك اللي يقدر سيدات طايرة الأهلي إن هم يستغلوها النهاردة علشان يحسموا المباراة لصالحهم مبكرا ونقدر ان احنا نحسم لقب الدوري النهاردة ان شاء الله ونفرح كلنا. يمكن يعني النادي الاهلي مفرحنا الحقيقة في الشهر الكريم، سواء جميع العاب الصالات او ايضا كرة القدم اللي ان شاء الله عندهم بكرة مواجهة هامة جدا، مواجهة الاياب امام سيمبا التنزاني في الكوارتر فاينل دوري ابطال افريقيا او ربع النهائي، قدر ان هو يفوز بمباراة الذهاب الحقيقة في دار السلام يوم الجمعة الماضي في تنزانيا طبعا، وإن شاء الله يحقق الفوز أيضا غدا على استاد القاهرة الدولي بحضور جماهير النادي الأهلي اللي دايما بتؤازر فرق النادي الأهلي المختلفة، وده اللي احنا بنشوفه في مختلف المباريات سواء في كرة القدم أو أيضا الألعاب الأخرى. إن شاء الله كده خلاص يعني احنا لم يتبقى الكثير أبدا على نهاية الشهر الكريم، الحقيقة إن احنا بنتمنى إن النادي الأهلي يكون كده زي ما بنقول دايما ختامها مسك على جميع المستويات، إن شاء الله بكرة نكسب فيه كرة القدم وأيضا النهاردة نحقق الفوز ونفوز بلقب الدوري لسيدات طايرة الأهلي. غدا أيضا عندنا مباراة هامة جدا فاصلة في سلسلة الباست أوف 3 أيضا ما بين النادي الأهلي وما بين نادي الزمالك في كرة الطايرة رجال، فبنتمنى إن احنا الحقيقة يعني نختتم هذا الشهر الكريم بفرحة زي ما النادي الأهلي دايما بيفرحنا. دلوقتي طبعا
هنخرج لفاصل سريع، وبعد الفاصل هنستقبل ضيوفنا الأعزاء نجوم الاستوديو التحليلي، نجوم النادي الأهلي السابقين في الكرة الطايرة، علشان نتحدث معاهم باستفاضة في كل ما يخص طبعا مباراة اليوم ما بين النادي الأهلي والزمالك اللي إن شاء الله هتنطلق بعد قليل. فاصل سريع ونعود لحضراتكم مرة تانية. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وزي ما نوهنا لحضراتكم ان مباراة النادي الاهلي والزمالك كان من المقرر ان هي تنطلق في تمام الساعة 11 مساء، ولكن الحقيقة ان مباراة نادي سبورتنج ونادي سموحة على المركز الثالث او الميدالية البرونزية ما زالت بتلعب حتى وقتنا هذا. طبعا هنتابع مع حضراتكم النتيجة لحظة بلحظة، وهنقدر نقول لكم بقى بعدها ممكن مباراة النادي الاهلي والزمالك تنطلق في تمام الساعة كام تحديدا. طبعا بينضم لنا دلوقتي ضيوفنا الاعزاء في الاستوديو التحليلي، كابتن حسام شعراوي نجم نجوم النادي الاهلي منتخب مصر السابق للكرة الطايرة، منورني ومشرفنا. ربنا يخليك، ميرسي جدا، منور بيكوا طبعا وقناة النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي العظيم. نورنا. كابتن انجي الشامي نجمة نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابقة للكرة الطايرة، منورانا ومشرفانا. الله يخليكي، ميرسي جدا. طبعا الحقيقة احنا شفنا مباراة اول امس، وكانت المباراة الاولى في سلسلة البست اوف 3 في نهائي دوري الكرة الطايرة سيدات. خلينا نبتدي معاك يا كابتن انجي، شفتي المباراة دي ازاي، خاصة ان احنا الحقيقة قدمنا فيها مستويات مميزة جدا وعالية جدا، وكان عندنا فيها اكتر من لاعبة الحقيقة لازم نقف عندهم شوية، وابرزهم تاتيانا بوكان طبعا محترفتنا. طبعا اول حاجة ببارك لهم جدا على البطولة، يعني ان شاء الله البطولة بتاعتنا ان شاء الله. ببارك لهم على الماتش الاولاني، كان اداء كويس جدا، كان في فكرة عالي، وكان كابتن ابراهيم عامل شغل حلو جدا بصراحة. كان في تغييرات كتير حصلت في الملعب، كان في دروبات بحاجات معينه كابتن ابراهيم طبعا بخبرته العاليه جدا قدر يتغلب عليها. كاتيانا ما شاء الله كانت كويسه جدا، لو استمرينا كده النهارده ان شاء الله الموضوع هيبقى بالنسبه لنا موضوع فارق ان شاء الله. يعني الدنيا ان شاء الله هتبقى سهله لو احنا تقدمنا على نفس الاداء. في تغييرات كانت بسيطه كده عندنا في مركز اتنينات، لما الدنيا بدات تظبط شويه معانا في مركز اتنين، فالموضوع الملعب معانا بدا يبقى مفتوح، والضرب بالنسبه لنا كان سهل، وما شاء الله دعاء برده الغباشي كانت حلوه جدا، ودعاء محمد كانت كويسه جدا. فبصراحه كلهم كانوا كويسين جدا جدا، مش قادره انسى، يعني مش عايزه انسى حد فيهم، لانهم هم فعلا كلهم كانوا نجوم. بس يعني ان شاء الله النهارده نعمل نفس الاداء ونبدا نفس الوتيره، ان شاء الله الموضوع بالنسبه لنا هيبقى سهل ان شاء الله. طيب كابتن حسام، طبعا تابعت المباراه الماضيه، الحقيقه ان احنا كان عندنا نقاط قوه كثيره جدا، ولكن برضو كان عندنا بعض المشكلات خاصه في يعني الارسالات. خلينا نتكلم بشكل واضح، لو هنتكلم عن ابرز النقاط الضعف اللي كانت موجوده او الاخطاء اللي كانت موجوده عندنا في المباراه الماضيه ومحتاجين ان احنا نتجنبها في هذه المباراه. يمكن يكون النقط الضعف اللي كانت في النادي الاهلي او كانت باينه في الماتش اللي فات الارسالات، فعلا زي ما انت قلتي الارسالات بتاعتنا كانت في بعض الاوقات في الشوط الثاني كانت بتضيع كتير، احنا يمكن ضيعنا 3 4 ارسالات ورا بعض في نهايه الشوط، فده اللي خلى فريق الزمالك تقرب شويه من في السكور بتاعها. حاجه ثانيه ان الكره اللي بتطلع اوت اوف سيستم عندنا ما كانتش بتخلص كويس، الكره كانت بتبقى فيها رالي رايح جاي كتير، فده اللي خلى فريق الزمالك برده تعرف تعمل ديفنس وتعمل كونتر اتاك علينا بطريقه كويسه. يمكن يكون كابتن ابراهيم برضو في خلال التمرين امبارح ان هو ركز شويه على الارسال، ان الارسال لازم يكون فيه ريسك اعلى من كده شويه، مع ان هو يبقى فيه استمراريه في الارسال، ما يكونش ارساله واللي بعديه بيضيع. فانا بيتهيألي ان الماتش النهارده لا، هنشوف فيه شغل تدريب حصل على الكونتر اتاك والاوت اوف سيستم والارسالات اللي الاهلي كان بيضيعها كتير في الماتش اللي فات. طيب كابتن انجي، خلينا نروح معاكي لنادي الزمالك. الحقيقه ان احنا يعني انا مش هقول عليها وان سايد جيم، ولكن الحقيقه ان مستوى نادي الزمالك يعني كان فيه مشاكل كتير جدا. خلينا نتكلم عن ابرز المشاكل دي اللي واجهتهم، والحقيقه خلت النادي الاهلي ان هو يحسم المباراه لصالحه، واللي اكيد نقدر ان احنا نستمر في استغلالها في هذه المباراه علشان نقدر نحسم المباراة لصالحنا في تاني مباراة. يعني خلينا نقول الأول، يعني فرقة النادي الزمالك السنة دي أقل شوية مستوى من السنة اللي فاتت، فالفكرة كلها اللي هم الضغط بتاعهم كانوا بيحاولوا يضغطوا بالإرسال، بس إرسالهم ما كانش قوي. برضو عندهم مليكة المحترفة بتاعتهم ما كانتش برضو في مستواها اللي احنا متعودين عليه. برضو اللعب عندهم كان مفتوح جدا لان الاستقبال كانش كويس، فاللعب عندهم كان واضح وسريع، واحنا كانت البلوكات بتاعتنا كويسه جدا، كنا ساعات بنطلع تريبل بلوك كمان لاجزاء معينه في الملعب،
فده كان فارق معانا كتير. خلينا نقول برضو اللي احنا السيستم بتاعنا احنا كنا ضغطين بشكل معين او احنا حافظين الفرقة كويس جدا، فبرضو ده معلينا قوي عنهم. هم ممكن يكونوا مش واخدين يعني او مش عارفيننا دلوقتي او هم مش حافظيننا دلوقتي زي الاول، فده حاجات كتير يعني السيستم مختلف عن السنة اللي فاتت، فدي حاجات كتير فرقنا احنا عنهم في اللعب يعني. اوكي طيب كابتن حسام، يمكن انا في الانترو اتكلمت عن اكتر من عنصر عندنا في الفرقه الحقيقه قدموا مستوى رائع جدا في المباراه الماضيه، ولكن محتاجين شويه نقف عند تاتيانا بوكان طبعا محترفتنا من مونتينيجرو. الحقيقه منذ التعاقد معاها لو هتوافقوني الراي يمكن هي بقالها دلوقتي حوالي 7 شهور مقدمه اداء كويس جدا، اندمجت سريعا مع الفريق الحقيقه زي ما احنا شفنا خلال الفتره الماضيه، مقدمه موسم محترم الحقيقه مع النادي الاهلي. رأيك إيه فيها يا كابتن حسين؟ والله يعني هي مصر كلها بتتكلم على المحترفة ديت، يمكن تكون أحسن محترفة جات في مصر من سنين كتير. دي حقيقة طبعا، دي شهادة الكابتن إبراهيم فخر الدين إن هو فعلا عينه حلوة على المحترفين. يمكن تكون السنة اللي فاتت المحترفة بتاعت الزمالك كانت عالية جدا، بس طبعا تتانية السنة دي قدمت موسم ولا أروع، بتهيألي ممكن تكون أحسن موسم قدمته في حياتها. انا هتكلم بس كمان على سنتر بلوك عندنا في الفرقه بتاعتنا، يمكن يكون من النقط القوه عندنا ان مركز نص الملعب عندنا في الاهلي بقى اعلى من الزمالك. السنه اللي فاتت الزمالك كان اعلى، السنه دي لا، مي غزال بقت تقيله في الملعب، فبيتهيالي ان دي نقط من نقط القوه بتاعتنا في اللي احنا لازم نستغلها بعد كده. طبعا هنقول لو رجعنا تاني لتتانيا ان هي عندها قوه جسمانيه رهيبه، فده بيأهلها ان هي اي كوره بتترفع لها بتعرف تخلصها. تحركاتها في الملعب هايله جدا، بتبص على البلوك، بتبص على الديفنس وهي بتضرب، فبتقدر تحط الكره في الاماكن اللي بعيد عن البلوك بعيد عن الديفنس. فانا بيتهيألي ان هي موجوده في الملعب متقل فعلا من فرقه النادي الاهلي مخليها احسن كتير من السنه اللي فاتت. طب عايزين ننوه لحضراتكم ان لحد دلوقتي النتيجه 14-11 لصالح نادي سبورتنج. طبعا مباراه نادي سبورتنج وسموحه الحقيقه ان خلاص يعني يمكن نقول ان سبورتنج بيقترب اكثر من حسم المركز الثالث. اكيد هنتابع مع حضراتكم ايضا النتيجه النهائيه، ويعني خلاص يعني بعد هذه انتهاء هذه المباراه هتلعب بعديها على طول يمكن بنصف ساعه مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك. كابتن انجي خليني اجي معاكي الكابتن ابراهيم. الحقيقه من اول ما تولى ومن اول حقيقه السيزون وهو يمكن ضاغط على الفرقه بشكل كبير في يعني احنا سمعناهم بيتكلموا كتير في الانترفيوهات، ضاغط في التمرينات وضاغط في المباريات وضاغط في كل الامور الخاصه الحقيقه بالمجهود اللي بيبذلوه الحقيقه لاعباتنا، ولكن شايفين ده جاب نتيجه مع الفريق. شفنا شكل الفريق اتغير الحقيقه، قدرنا ان احنا عاملين موسم قوي جدا اقوى من الموسم الماضي. شايفه ازاي شكل الفرقه بعد تولي كابتن ابراهيم؟ بصراحة الفرقة حتى يعني احنا هنقول مثلا ابتداء من الشوط الثالث فرقة الزمالك بدأت تقع خالص بدنيا، مش حاساهم بالباور خالص عكس فرقتنا. احنا ما شاء الله احنا البدني بتاعنا كويس جدا وده فارق معانا في كل حاجة. كابتن ابراهيم طبعا خبرة كبيرة جدا الواحد ما يعني ما يقدرش يتكلم عنها من كتر ما هو يعني ما شاء الله، فهو قادر يمسك الملعب وزمام الامور وعارف ازاي يتصرف وعارف خبره يعني ياخد من كل واحده في الملعب ازاي الحاجه اللي تميزها. فده بصراحه ده اللي بيفرق كابتن ابراهيم عن باقي طبعا الفرقه الثانيه. طبعا كابتن مش عارفه اسمه كابتن ايه مدير فني زمان حسام، كابتن حسام طبعا برضو خبره كويسه، بس احنا يعني لو حطينا مقارنه حتى لو صغيره طبعا كابتن ابراهيم بتفرق كتير الموضوع. خبره كبيره وخبره عاليه وده دي حاجه يعني من الحاجات اللي تميز طبعا تميزنا احنا كفرقه عن احنا طبعا شايفين معانا على الشاشه دلوقتي صور بتعرض للقطات من مباراه اول امس ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك على صاله دكتور حسن مصطفى بمدينه السادس من اكتوبر. الحقيقه مباراه قويه كلنا شاهدناها، واكيد بنرسل كل التحيه لكل سيدات طايره الاهلي. الحقيقه عاملين مجهود كبير جدا في هذا الموسم ومجهود محترم الحقيقه كلنا اكيد شايفينه خلال الفترات الماضيه وتحديدا في اخر مباراه ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك. كابتن حسام خليني برضو اتكلم معاك عن شكل الفريق مع كابتن ابراهيم. اكيد كابتن مخضرم عنده خبرات كبيره جدا وده اللي بيفرق الحقيقه في ارض الملعب ما بين مدرب ومدرب تاني، وده اللي احنا شايفينه منذ تولي الحقيقه المسؤوليه في الموسم الجديد لسيدات طايره الاهلي. انا كنت من سعداء الحظ ان انا اتمرنت مع كابتن ابراهيم في الدرجه الاولى،
فانا عارف ان كابتن ابراهيم يعني من اعظم المدربين اللي جم في تاريخ كره الطايره في مصر. كابتن ابراهيم اهم حاجه عنده انه يكون في سيستم وفي نظام في الفرقه. طبعا ايا كان النظام هيبقى شكله عامل ازاي، الفرقه لما بتمشي على سيستم وبتمشي على نظام الموضوع بيفرق جدا مع الفريق. كابتن ابراهيم من المدربين اللي بتحب تحفظ اللعيبه كل واحد دوره ايه وادائه ايه والكره هتجيله ازاي هيعمل فيها ايه. يمكن لو كنا سمعنا الماتش كويس، لو الصوت بيقرب شويه بنلاقي اللعيبه بتقول ارقام، الارقام ديت ارقام الفنتات اللي هي بتتعمل، فهم حافظين السيستم بتاع كابتن ابراهيم. طبعا ده طبعا بياخد وقت كبير جدا ومجهود، عشان كده طبعا احنا بنتكلم ان كابتن ابراهيم كان بيتعب جدا مع الفرقه لغايه لما هي تحفظ السيستم بتاعها. كابتن ابراهيم برده في نقطه برده مهمه جدا ان معاه كابتن محمود الوزير. كابتن محمود الوزير دوت المدرب العام واحسن محلل تقني موجود في مصر، فبيحفظ كل اللعيبه اللي في الفرق اللي قدامه بتعمل ازاي. فطبعا كل التحليل والداتا فولي اللي بتجيله ديت مع طبعا كابتن محمد حسن بتجيله، فبيبقى الفرق اللي قدامه بتبقى بالنسبه له كتاب مفتوح. فالكتاب مفتوح دوت انا بحط السيستم بتاعي، بظبط السيستم بتاعي على الفرق اللي قدامي، فبتلاقي الدنيا شكلها كويس، بتلاقي الفرقه حافظه اللعيبه بتاعتها. مثلا داخل الماتش شفت الماتش قبل كده، فعارف اللعيب اللي قدامي هيتحرك ازاي، فانا هعمل ايه. فكل الكلام دوت بياخد وقت كبير جدا لغايه لما الفرقه تحفظه. كابتن ابراهيم طبعا قدر يعمل التوليفه دي كويسه، وقدر يمرن الفرقه بالشكل دوت ان هي توصل زي ما كابتن انجي بتقول ان بالعامل البدني ان الزمالك وقع في الشوط الثالث واحنا فضلنا بنفس المستوى بنفس الاحمال، فاحنا ما حسيناش ان اول شوط زي اول ماتش زي اخر ماتش. فده طبعا ده شغل كابتن ابراهيم طبعا وشغل كابتن محمود، ان هم محافظين الفرقه ومحافظين اللعيبه احنا بنعمل ايه والسيستم بتاعنا ماشي شكله عامل ازاي. الحاجات دي بتفرق جدا مع الفرقه اللي بتلعب على بطوله لازم يكون عندها سيستم قوي ماشي عليه، ايا كان هي بتكسب او الدنيا مش موفقه معاها، لا انما السيستم هو اللي بيخلي الفرقه تمشي بشكل كويس في الدوري. طيب كابتن حسام خليني كمان اروح معاك لنقطه مهمه جدا وهي دوافع نادي الزمالك. الحقيقه ان احنا في مواجهتنا في السيزون ده سواء نهائي كاس السوبر او كمان المباراه الاولى في سلسله البيست اوف 3 قدرنا ان احنا نحقق عليهم الفوز، وده اكيد بالنسبه لهم مش شيء سهل ابدا. وبالنسبه لي كمان كابتن حسام شكري المدير الفني للفريق اكيد هيبقى عنده دوافع النهارده يدخل بيها للمباراه اليوم. اكيد احنا لازم نعمل حساب الدوافع اللي هو داخل بيها النهارده، خاصه ان هو اكيد هيبقى عايز يعوض او على الاقل يكسب مباراه اليوم ونروح لمباراه ثالثه. هو عموما ماتشات الاهلي والزمالك دي ما لهاش مقياس، ماتش الاهلي والزمالك ده ماتش في الملعب. يمكن يكون الماتش الاولاني خلص 3-2 دوت بحكم ان هم كان بالنسبه لهم ان بيكملوا بالظبط بيكملوا الموسم اللي فات ان هم كانوا كسبانين بطوله او بطولتين على حساب النادي الاهلي، فهم داخلين بدوافع ان احنا هم ابطال. فطبعا لما هم خسروا الماتش الاولاني بتاع السوبر وبعد كده جه الماتش بتاع اول امبارح، فانا بيتهيالي ان الفرقه هيبقى عندها روح شويه ان هي عايزه تعوض او تحاول ان هي تلم نفسها شويه وتثبت ان هي موجوده. طبعا ده هيحط ضغط كبير جدا على الجهاز الفني عندنا وعلى اللعيبه ان هم لا يثبتوا فعلا لا احنا السنه دي احق ان احنا نكسب كل البطولات. والزمالك بالنسبه لنا هيبقى ماتش عادي في الماتش في الملعب، احنا كسبنا 3-0 وهنقدر نكسب تاني النهارده 3-0، بس بيتهيالي ان الماتش برده هيبقى فيه سنه زي ما بقول كده. الماتش الاهلي والزمالك ملوش مقياس، ده ماتش الابطال. الفرقه بتبقى داخله عامله حسابك ان انت تكسبي، لا ممكن تلاقي الماتش عقرب منك شويه، تلاقي الدنيا مش مظبوطه، كله على حسب جو الماتش هيبقى شكله عامل ازاي. انا بيتهيالي فرقه الزمالك النهارده تنزل الفرقه ناشفه شويه عن النادي الاهلي بحكم ان هم خسرانين الماتش اللي فات طبعا. فالماتش بالنسبه لي برده مش هيبقى سهل، لان خصوصا ان النادي الاهلي بالنسبه لهم برده بقى كتاب مفتوح، لعبنا ماتشين والناس اتفرجت بالظبط على الفرقه بتاعتنا شكلها عامل ازاي، فعرفوا نقطة القوه عندنا، عرفوا نقطة الضعف عندنا. معهم طبعا كابتن حسام شكري مدرب كويس جدا وده مدرب محترم، وطبعا وراه الجهاز الفني بتاعه، فانا بيتهيالي ان الماتش هيبقى ماتش مدربين اكتر منه ماتش لعيبه. طيب حابين نقول لحضراتكم ان مباراه سبورتنج وسموحه حاليا النتيجه 19-15 لصالح سبورتنج، ويعني يمكن خلاص سبورتنج اقترب من حسم هذا اللقاء، واكيد برضو هنقول لحضراتكم النتيجه النهائيه. كابتن انجي خلينا نتكلم معاكي شويه عن نادي الزمالك زي ما بيقول كابتن حسام، او كلمنا عموما عن الدوافع اللي هيكون نازل بيها النهارده الجهاز الفني للزمالك. يمكن احنا عندنا كلمنا عن نهائي الكاس، ده نهائي يعني ما فيهاش، انما النهارده سلسله مباريات بتلعب في نهائي الدوري بنظام بيست اوف 3. اكيد نادي الزمالك النهارده هيكون عايز يعوض على الاقل علشان يروح لمباراه ثالثه ويبقى عنده امل ان هو ممكن يحقق لقب الدوري السنه دي، خاصه ان هو النادي الاهلي اكيد عايز يحافظ على اللقب، ولكن نادي الزمالك ايضا فكره ان هو حفاظه على
فكرة ان هو يفوز النهاردة علشان يروح لمباراة تالتة اكيد بالنسبة له شيء مهم جدا. طبعا بالنسبة للزمالك دلوقتي ان هم نازلين ماتش النهاردة حياة او موت بالنسبة لهم. طبعا ده دي اما النهاردة يعني هم متوقعين ان شاء الله ما يحصلش يعني ده يكسبوا النهاردة وبعد كده نبدأ في الماتش التالت. فده طبعا من دوافع الاساسية اللي هم نازلين النهاردة عايزين يكسبوا. هو برضو في نقطة كده ممكن يكون حدش واخد بالها منها قوي، كابتن حسام ما مسكش بنات قبل كده، كان على طول ماسك ولاد، فده من الحاجات برضو اللي احنا بتميزنا شوية. كابتن إبراهيم كان ماسك منتخب البنات وكان ماسك بنات، فده دي بتفرق شوية مدربين من بعض، اللي احنا يعني تدريب ولاد بيبقى مختلف شوية عن تدريب البنات. ده طبعا من الحاجات اللي برضو تميزنا عنهم. برضو الخبرة هناك كويسة وكل حاجة، بس احنا المفروض ان احنا خبرتنا اعلى واللي احنا 3 ارباع المنتخب من عندنا، فده برضو من الحاجات اللي بتميزنا. فدي كلها دوافع يعني هم عايزين ياخدوا منها ياخدوا يعني يحصلوا منها على قد ما يقدروا. فهم محتاجين اللي هم النهارده ينزلوا بروح قويه ويلعبوا كويس علشان يبداوا يخشوا في الملعب عشان الماتش التالت. ده ان شاء الله مش هيحصل، احنا معانا خبرتنا خبره كبيره ومعانا مدرب كبير، فده ان شاء الله مش هيحصل يعني. ان شاء الله. طيب احنا دلوقتي هنخرج فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره تانية نكمل حديثنا في الاستوديو التحليلي، وتاني مباراه ما بين النادي الاهلي والزمالك في سلسله نهائي الدوري ما بين طبعا اولى سيدات كره الطايره ما بين النادي الاهلي وما بين نادي الزمالك. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم مره تانية. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل ولسه اكيد حديثنا مستمر عن مباراة اليوم ما بين النادي الاهلي والزمالك، تاني مباراة في سلسلة نهائي دوري ما بين كرة الطايرة طبعا سيدات. والحقيقة ان احنا زي ما احنا نوهنا لحضراتكم او اكيد تابعتوا معانا ان اول امس قدر النادي الاهلي ان هو يفوز بالمباراة، او سيدات طايرة الاهلي قدروا ان هم يفوزوا بالمباراة لصالحهم، والنهاردة ان شاء الله يحققوا الفوز ايضا وما نضطرش ان احنا نروح لمباراة تالتة. الحقيقة ان في هذه الاثناء واحنا اثناء حديثنا ورجعنا من الفاصل سبورتنج قدر ان هو يحسم المباراة لصالحه، مباراة الميدالية البرونزية او المركز الثالث بنتيجة 3-1. المباراة قدرت ان هي يعني الحقيقة كانت مباراة فيها ندية كبيرة جدا وديربي سكندري زي ما قلنا في بداية الاستوديو، ولكن سبورتنج قدر ان هو يعني بأداء كبير يحسم المباراة لصالحه بنتيجة 3-1. ايضا يمكن نادي الاهلي او رجال كرة السلة في هذه الاثناء برضو في مباراة ما بين النادي الاهلي وما بين المصرية للاتصالات، والحقيقة النادي الاهلي قادر برضو او متقدم في الكوارتر الثالث، خلاص يمكن متبقي دلوقتي في الكوارتر الرابع، خلاص لم يتبقى الكثير في الكوارتر الرابع. حقيقة ان كان في مباراة اولى ما بينهم برضو بتلعب بنظام بيست اوف 3، النادي الاهلي فاز فيها بنتيجة 83-70، وده كان او النهاردة تاني لقاءات ربع نهائي دوري السوبر لكرة السلة اللي ان شاء الله يقدر النادي الاهلي ان هو يحسمه لصالحه في تاني المباريات، وخلاص يعني اوشكت المباراه على الانتهاء. كابتن حسام خليني اجي لك تاني ونقف شويه عند نادي الزمالك بالجهاز الفني. يمكن خلينا نقول ان برضو زي ما هم عندهم بعض نقاط الضعف برضو كان في عندهم بعض نقاط القوه اللي احنا شفناها في المباراه الماضيه. اكيد جهاز الفني للنادي الاهلي لازم يعمل حساب بعض نقاط هذه القوه علشان يتجنب ان نادي الزمالك يحسم مباراه اليوم لصالحهم لو قدروا ان هم يستغلوا نقاط القوه دي وتفوقوا بيها على النادي الاهلي. هو يمكن تكون نقاط القوه بتاعت نادي الزمالك لعبه مركز 4 اذا كان المحترف امريكا او اذا كان مريم متولي. طبعا جهاز نادي الزمالك طبعا على راس الجهاز كابتن احمد مصطفى، ده رئيس الجهاز، ده يعني الناس زي ما بتقول كده ده تعلب من تعلب الكره الطايره في نادي الزمالك. كابتن احمد مصطفى طبعا اكيد اتفرج على الماتش، فهو برده بيبقى ليه رؤيه فنيه مع الجهاز الفني بتاعه، فاكيد عارف برده نقاط القوه ونقاط الضعف عندنا في الفرقه. فبيتهيألي زي ما انا قلت ان الماتش هيبقى ماتش مدربين اكتر منه ماتش لعيبه. يمكن يكون كابتن حسام شكري برضو شاف فرقه الاهلي وعرف ان ايه نقاط الضعف بتاعها، يمكن نقاط الضعف بتاعتها مثلا الاستقبال الكره الاولى،
فهو اصلا اوريدي لفرقه الزمالك ارسالتها كويسه جدا. يمكن ما تكونش كانت ماشيه بشكل احسن شويه السنه اللي فاتت، كانت مليكه مثلا بتلعب سيريو سبايك، السنه دي كل ارسالتها واقفه وهي واقفه على الارض، فيمكن دي برده من النقط اللي خلت الماتش يبقى بالنسبه لنا اسهل شويه. فطبعا انا بيتهيالي ان هيبداوا يركزوا شويه على على الارسال عندهم، ويبداوا يقفلوا نص الملعب، لان نص الملعب عندهم كان مفتوح جدا. فانا اعتقد يعني ان الماتش هيبقى صعب شويه من حيث التكتيك جوه الملعب. كلام المدربين هو اللي هيفرق، ان كل مدرب يعرف يقرا الفرقه اللي قدامه ولا ما عرفش يقراها. انا بيتهيالي ان فرقه الزمالك هتكون عرفت فعلا تقرا فرقه النادي الاهلي، ما بيتهيأليش ان هو الماتش هيبقى سهل خالص، لا الماتش هيبقى صعب، الماتش هيبقى في الملعب. الجهاز الفني بتاع الزمالك جهاز عنده طموح كبير، الجهاز السنه دي اول سنه يكون موجود مع الفرقه، فهو بالنسبه له ان الماتش حياه او موت. فان هو عشان يقدر يكمل ويقدر يخش تاني في منافسه ويلعب على بطوله الدوري ويلعب على بطوله الكاس بعد كده هوت، فانا بيتهيألي الماتش دوت بالنسبه له هيطلع فيه كل الامكانيات اللي عنده، ويحاول يطلع الفرقه باحسن صوره ان هو يقدر يعدي بالماتش على خير، ان هو يقدر يخش في الماتش الثالث. طيب كابتن إنجي، يمكن كابتن حسام اتكلم على ان خلاص نادي الزمالك قرا فرقه النادي الاهلي كويس جدا، خاصه ان هو قابلهم مرتين في السيزون ده، وتحديدا المباراه الماضيه اكيد كان في تركيز عليها كبير جدا من قبل الجهاز الفني لنادي الزمالك، ولكن اكيد بيبقى عندنا اوراق، وكابتن ابراهيم اكيد هيبقى عنده اوراق يقدر ان هو يستخدمها يفاجئ بيها نادي الزمالك، خاصه ان هو يعني خبرته كبيره جدا وكابتن مخضرم، فاكيد يقدر يلعب على الحته دي، فكره ان هو يكون عنده اوراق يفاجئ بيها نادي الزمالك في مباراه اليوم. طبعا احنا عندنا البدائل بره كلهم كويسين جدا، في كمان كابتن ابراهيم بيعمل يعني عمل كذا حاجه الماتش اللي فات، عمل جوز خيل اللي هو طلع دخل ساره امين وطلع البصيره ودخل، يعني اللي هم بيخشوا الاثنين مع بعض طلعوا مع بعض، ده فرقت معانا كتير. البصيره كانت دعاء كانت ماشيه كويس جدا، بعد كده نزل شروق مع ساره امين، الاثنين عملوا برده مستوى حلو جدا وفرقوا معانا كتير. ساره لما نزلت غيرت مجرى الماتش خالص، وما شاء الله كانت كويسه جدا جدا جدا. دي حاجات هو بيستغل كل واحده في الملعب بالحاجه اللي متخصصه فيها، اللي بينزلها على الارسال بس، اللي بيلعبها قدام كضرب بس. في كمان بيخلي المحترفه بتاعتنا كاتيانا بتلعب في مركز واحد ورا، مش بتلعب في مركز ستة لما بينزل سارة أمين، دي برضو من النقط عندنا القوية، لأن احنا كده بيبقى عندنا اتنين ضريبة ورا جامدين، سواء بتاعت ستة اللي هي بتبقى سارة أو كاتيانا اللي بتبقى بتلعب من واحد، بيخلي كاتيانا تتحرك في كذا مكان، سواء بتلعب ممكن كمان كان بتلعب من ستة، وستة بتضرب من ورا سنتر بلوك بتاخدها من خمسة، فكل الحاجات دي بتخلخ البلوك قدامنا الناحية التانية، بتخلينا احنا كعامل قوة أكتر منهم هم. بس البلوكات عندنا لو ظبطت، سنتر بلوك بتاعنا لما بيظبط حاجات يعني معانا، ده بيبقى نقطة قوة بالنسبة لنا. كابتن ابراهيم عنده حلول كتير جدا، واكيد هو حاطط بدائل لحاجات كتير جدا، وده احنا واثقين في كابتن ابراهيم ثقة عمياء يعني ان شاء الله. طيب شاء الله. كابتن حسام، لو النهارده انت مكان كابتن ابراهيم تبدا المباراه ازاي؟ الموضوع صعب قوي بصراحه، بس يمكن هبدا طبعا زي الماتشات اللي قبل كده. يمكن يكون هو كابتن ابراهيم عنده زي ما كابتن انجي بتقول عنده حلول كتيره لكل المواقف. هو طبعا بينزل ساره امين في مركز 2، ساره امين لعبت مركز 4، هو بينزل ساره امين في مركز 2 عشان يخلي تتانيه تتفرغ للضرب بس، ما تستقبلش الكره الاولى، فعشان كده هي بتقف في مركز 1 ما بتقفش في مركز 6، يعني هو لعيب 4 بيقف في مركز 6 بيعمل ديفنس وبعد كده يضرب من 6. هو بينزل ساره امين في مركز 2 ويخليها هي اللي تعمل ديفنس من 6، وبيخلي التانيه هي تضرب من مركز 1، فيمكن يكون هو بيفرغها للضرب، عشان كده احنا عرفنا ان نفرق كل مره لما بيحصل التغيير ديت بنعرف نفرق. حتى الموضوع ده عمله قبل كده في ماتش الاولاني 3-2. ممكن يكون نادي الزمالك ما لاحظش قوي الموضوع دوت، بدليل ان هو اتكرر برده تاني في الماتش اللي فات، وقدرنا ان برده نعدي بالماتش، وكان الماتش كان اسهل. فانا بيتهيألي ان كابتن ابراهيم عنده حلول جدا لكل المواقف اللي هو يعني هو بيرسم سيناريو الماتش، وبيخلي السيناريو يمشي زي ما هو عايز، يعني بيخلي فرقه الزمالك تعمل اللي هو عايزه، اللي هو رسمه وممرن فرقته عليه. ان كابتن ابراهيم بقى يبدا بايه؟ كابتن ابراهيم هيبدا بنفس التشكيل بتاع المره اللي فاتت، نفس السته الاولانيين، وبرده هيبدا التغييرات على حسب ظروف الماتش شكلها عامل ازاي، يعني المدرب بيحط السيناريو 1 و2 و3 و4.
السيناريو مش زي ما هو عايز خلاص الدنيا بتبقى كلها بتبقى ماشيه. اذا السيناريو ما مشيش لا بيبدا يدور على البدائل الموجوده عنده، على الدكه عنده شكلها عامله ازاي، اللعيبه اللي مش موفقه النهارده يبدا يطلعها ويبدا يغير تشكيله اللعب والسيستم بتاع الملعب على حسب ظروف الماتش شكلها عامل ازاي. طيب كابتن انجي خلينا نروح معاكي للنهارده، طبعا هنشوف في ارض الملعب مباراه ما بين اتنين ليبرو سواء ندى وليد او ايسل نديم. طريقة اللعب الخاصة بسواء ليبرو النادي الأهلي ونادي الزمالك شايفاها إزاي؟ أبرز الاختلافات ما بين الاثنين وأبرز ما يميز كمان كل ليبرو فيهم؟ يعني نقول هما الاثنين كويسين جدا جدا، الكرة ما بتقعش بسهولة خالص عندهم. يمكن احنا ندى بتتميز شوية عندنا، لندى سريعة الحركة أسرع من أيسل شوية. أيسل يمكن بتتمركز صح قوي في الكرة، بس تحركات الكرة لو بعيدة مش هتجيبها ندى، العكس ندى لو كرة بعيدة بتحاول بتجيب. يمكن برضو الاستقبال بتاع ندى احسن شويه من ايسل، ايسل لو ضغطنا عليها بالارسال ممكن تهدى شويه. يعني دي ممكن اكتر حاجات تفرق، مع انه طبعا وندى كمان عشان بتلعب اكتر ويمكن واخد احسن ليبرو، فطبعا ده معليها شويه عن ايسل. فده كلها حاجات في صالحنا ان شاء الله يعني. طيب خلينا نروح دلوقتي لأرض الملعب وصالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وتنضم لنا زميلتنا طبعا سالة حامد علشان تعرفنا على آخر المستجدات الخاصة بإحماء الفريقين وأيضا يمكن موعد انطلاق المباراة وكل الأمور الخاصة بمباراة اليوم النهاردة ما بين النادي الأهلي وما بين الزمالك. تفضلي يا سالة سامعين. تحياتي ليكي طبعا يا مريم، برحب بيكي وبالتاكيد برحب بضيوفك الكرام وكباتننا طبعا في الاستوديو الكابتن حسام شعراوي والكابتن انجي الشامي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلتي طبعا زميلتي مريم، حاليا احنا متواجدين وطبعا كل مشاهدي قناه النادي الاهلي حاليا احنا متواجدين داخل ارض الملعب، طبعا ملعب المباراه اليوم، وفي مجمع دكتور حسن مصطفى في السادس في مدينه السادسه من اكتوبر، طبعا مجمع الصالات هنا للدكتور حسن مصطفى. وزي ما انت قلتي طبعا ثاني مباراه في سلسله ذا بيست اوف 3 لدور النهائي من بطوله الدوري العام لكره الطائره طبعا ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. ويمكن طبعا زي ما انت قلتي كمان انه يمكن المباراه طبعا ما بداتش في موعدها، يمكن بدات طبعا متاخر شويه نص ساعه زياده على موعدها الاصلي. يمكن طبعا المباراه كانت تبتدي في الساعه 11 بالظبط 11 مساء، ولكن ابتدت طبعا 11 ونص طبعا، يمكن ده بسبب يمكن البطوله او المباراه اللي كانت قبل مباراه الاهلي والزمالك. طبعا زي ما شفنا كلنا مباراه سبورتنج وسموحه واللي انتهت بفوز سبورتنج بثلاث اشواط مقابل شوط واحد لسموحه. طبعا كانت مباراه مثيره، مباراه قويه جدا جمعت ما بين الفرقتين، ويمكن شفنا اداء قوي جدا سواء من سبورتنج او سموحه، ولكن في الاخر يعني قدر سبورتنج ان هو يفوز على في المباراه ويحصل على المركز الثالث في نهائي الدوري العام لكره الطايره سيدات. يمكن طبعا زي ما انت برده شايفه ورايا زميلتي مريم، بدا بالفعل يعني لاعبات النادي الاهلي ولاعبات نادي الزمالك عمليات الاحماء على ارضيه الملعب، ويمكن كمان شويه ان شاء الله والمباراه تبتدي ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. يمكن طبعا خليني كمان سريعا ان انا انقل لك كل الاخبار هنا والاستعدادات والاجواء سواء طبعا لفريق النادي الاهلي او نادي الزمالك. طبعا النادي الاهلي وتحت قياده الكابتن الكبير كابتن ابراهيم فخر الدين يمكن طبعا استعدوا بشكل طبيعي جدا زي كل مباراه. يمكن طبعا الفريق زي ما احنا عارفين في معسكر مغلق قبل كمان اول مباراه في سلسله ذا بيست اوف 3، بكانوا في معسكر مغلق واتمرنوا امبارح والنهارده كمان الصبح، اتمرنوا يمكن على الظهر اتمرنوا على نفس الصاله، صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر، وكان في زي محاضره فيديو او فيديو ميتنج طبعا ما بين الكابتن ابراهيم فخر الدين وجميع اللاعبات الحديث طبعا على اهميه المباراه. طبعا يمكن خليني طبعا افكر ساده المشاهدين ان المباراه دي هي المباراه الفاصله، المباراه المهمه اللي يفوز فيها النهارده او النادي الاهلي لو فاز فيها هيفوز ويتوج ببطوله الدوري. وطبعا لا قدر الله لو حصل اي حاجه يعني بعيدا عن الفوز، النادي الاهلي ونادي الزمالك هيكون في مباراه ما بينهم يوم السبت ان شاء الله، وهي المباراه الفاصله لتحديد من هو بطل الدوري لهذا الموسم. يمكن ده طبعا بالنسبه للنادي الاهلي، الفريق استعد بشكل طبيعي جدا واستعد بشكل قوي جدا. يمكن كمان يمكن يعني خليني اقول لك من خلال تواجدي هنا من ارض الملعب يا مريم، عايز اقول لك ان يمكن جميع لاعبات النادي الاهلي عندهم يعني المعنويات مرتفعه جدا، داخلين المباراه بكامل تركيزهم مركزين جدا، معنوياتهم مرتفعه. يمكن ده بالاخص كمان بسبب الاداء والروح اللي شفناه منهم في اول مباراه، شفنا منهم اداء قوي جدا قدموه لاعبات النادي الاهلي في اول مباراه، فداخلين النهارده المباراه في كامل تركيزهم. يمكن شفنا طبعا تالق العديد من اللاعبين
عباد، يعني يمكن كمان على رأسهم المحترفة تيتيانا بوكان. يمكن النهاردة إن شاء الله الفريق يعني في كامل تركيزه لحسم وللحصول على بطولة الدوري. كذلك كمان نادي الزمالك النهاردة ممكن داخلين كمان المباراة في تركيز شديد جدا، مركزين أكتر طبعا من المباراة الأولانية طبعا عشان حابين إن هم يفضلوا لسه في المنافسة على بطولة الدوري. جميع اللاعبات طبعا معاهم المدير الفني وتحت قيادة المدير الفني حسام شكري، يمكن داخلين طبعا المباراة بتركيز عالي جدا. ويمكن جميع اللاعبات هيكونوا متواجدين يا مريم، ال 14 لاعبة في السكور شيت، مفيش ولا لاعبة أو مفيش غيابات موجودة في قائمة نادي الزمالك. يمكن خليني سريعا كمان أطلعك وأقول لكم طبعا من هم اللاعبات اللي في قائمة نادي الزمالك: ندى مرجان، مريم متولي، ملكة طبعا المحترفة البرازيلية، أيسن نديم، فريدة هشام، مايا ممدوح، صابين حسن عابد، ياسمين نوح، نوران أحمد، مريم مصطفى، دانا شوقي، ومنة أو هنا محمد، نور إيهاب، وداليا المرشدي. يمكن قائمة نادي الزمالك ما فيهاش إصابات، ما فيهاش غيابات خالص، ولكن طبعا قائمة النادي الأهلي هيكون فيها ثلاث غيابات وهم زين العالمي، ده طبعا بسبب التوقف من الاتحاد المصري للكرة الطائرة فهتغيب عنا مباراة اليوم، وكمان سلمى يوسف بسبب الإصابة في الغضروف، وسهيلة وفيق بسبب إصابة سبرين أنكل درجة تانية طبعا في سبرين أنكل، طبعا يمكن عندها بتعاني من سبرين أنكل وهتغيب بسببه عن مباراة اليوم، وكمان هتغيب يمكن فترة قادمة عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوعين، وإن شاء الله بعد الأسبوعين هتقدر تشارك في التدريبات الجماعية مع فريق النادي الأهلي. كمان يمكن اللي هيكون موجود النهاردة في القائمة ال 14 لاعبة: شروق فؤاد، سارة أمين، آية شامي، ميار خليفة، ندى وليد، تيتيانا بوكان المحترفة، دعاء غباشي، ندى حمدي، مريم ثروت، مي غزال، آية خالد، علياء هاني، دعاء محمد، ونهال جمال. دول جميع اللاعبات اللي هيشاركوا في مباراة اليوم. وكمان خليني اقول لك الاجواء هنا داخل الصاله، وكده الصاله بس مقتصره على حضور الاهالي فقط سواء لنادي الزمالك او لنادي الاهلي. وفي الماسوره الرئيسيه طبعا متواجد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، ولن يعني لن يتم او لن يعني يكون النهارده متواجد اي من جماهير سواء جماهير النادي الاهلي او جماهير نادي الزمالك. الصاله خاليه تماما من الجماهير، تقتصر فقط بس على اهالي للفرقتين. بالتاكيد انا معاك يا مريم لو في اي سؤال طبعا بخصوص مباراه اليوم. والان العوده مره للاستوديو طبعا، الكلمه ليك يا مريم، تفضلي. شكرا ليكي جدا زميلتنا سلا حامد من صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر. الحقيقة كان معاها كل المستجدات الخاصة بمباراة اليوم سواء الحضور القائمتين وكمان موعد المباراة اللي هتنطلق يمكن خلاص خلينا نقول في أقل من ربع ساعة بعد انتهاء عمليات الإحماء. خلينا نقول لحضراتكم أو ننوه لحضراتكم أن طبعا رجال سلة الأهلي قدروا أن هم يفوزوا على المصرية للاتصالات بنتيجة 89-69. ده طبعا في تاني لقاءات ربع نهائي دوري سوبر لكرة السلة. بكده يكون النادي الأهلي أو رجال سلة الأهلي قدروا أن هم يتقدموا أو يحققوا 2-0. هيتبقى ليهم مباراة تالتة إن شاء الله، المباراة هتكون يوم الأحد المقبل، وده زي ما احنا قلنا في تاني اللقاءات كوارتر فاينل دوري السوبر لكرة السلة، هتكون المباراة يوم الأحد المقبل. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال سلة الأهلي في مهمتهم المقبلة أمام المصرية للاتصالات. زي ما احنا طبعا شايفين امام حضراتكم لقطات من المباراه الخاصه بالنادي الاهلي والمصرية للاتصالات اللي انتهت بنتيجه 89-69 لصالح النادي الاهلي. طيب خلينا نرجع بقى لمباراه اليوم مره تانية. كابتن حسام، خلينا نتكلم من الحقيقه، احنا المستويات بقت في الدوري عموما يعني خلينا نقول ان هي متقاربه، ما بقاش في حاجه اسمها فرقه صغيره فرقه كبيره، مستويات الحقيقة كل الفرق قادرة أن هي تقدم مستويات معقولة جدا أو جيدة جدا. لو هنتكلم على مستوى فرقة النادي الأهلي أو سيدات طائرة الأهلي منذ بداية السيزن ده تحديدا، أكيد فيها اختلافات عن السيزن الماضي، وشايفين شكل جديد للفرقة تحت قيادة كابتن إبراهيم. خلينا نتكلم، شايف إزاي أمام كمان كل الفرق الموجودة في الدوري ووصولا لنهائي كمان الدوري، شفت إزاي مستوى النادي الأهلي وشكل الفرقة كمان؟ هو أنا لو هقسم مستويات الكرة الطائرة هقسمهم ثلاث مستويات. الأهلي والزمالك مستوى أول بحكم ان هم كسبوا كل الفرق باريحيه في الدوري كله. وبعد كده هبدا احط سموحه وسبورتنج في المستوى الثاني، وبعد كده بقيه الفرق ممكن احطهم في مستوى ثالث.
يمكن تكون الماتشات بتاع الدوري كلها احنا بنستنى ماتش الاهلي والزمالك في الاخر، يمكن يكون الماتش بتاع الاهلي مثلا وسموحه، الاهلي وسبورتنج ممكن يكون فيه لعب شويه، الاهلي ودجله، الاهلي والصيد يكون فيه لعب شويه، بس الماتش بيبقى محسوم. يعني انا داخل الماتش عارف ان النادي الاهلي هيكسب، ان نادي الزمالك هيكسب الماتش، بس السكور هيبقى كام لا ده على حسب سير الماتش وسير الفرقه شكلها عامل ازاي في اليوم دوت. بس احنا لما هاجي اقسم لا احنا عندنا مستوى اول وثاني وثالث، الاهلي والزمالك في مستوى لحدهم بعاد عن كل الفرق بحكم ان هم مثلا امكانيات النادي، تاريخ النادي، المدربين الموجوده، وكمان اللعيبه اللي بتقدر يوفرها النادي للفرق. فريق الاهلي فريق الزمالك فيهم لعيبه محترفه، يمكن يكون اللعيبه المحترفه بتاعت الاهلي والزمالك اعلى اثنين محترفين موجودين في دوري البنات السنه دي، بالاضافه بقى طبعا للبصيرات، بالاضافه لبقيه المراكز، لعيبه مركز 4 لعيبه مركز 3، فانا هحطهم دول في المستوى الاول. نادي سموحه ونادي سبورتنج احطهم في المستوى الثاني بحكم ان هم برضو عاملين طفره كويسه جدا، خصوصا نادي سموحه عامل طفره كويسه جدا السنه دي، كابتن عصام معوض عامل شغل كويس جدا مع الفرقه بحكم ان هو مطلع كذا بنت من فريق 19 سنه، هم عاملين شغل كويس جدا بصراحه. فريق سبورتنج عامل فرقه حلوه وواخد مركز ثالث النهارده ما شاء الله عليه، فانا بالتالي دول برضو هيبقى في المستوى الثاني، يكون قريبين شويه من المستوى الاول بس بتبقى الماتشات محسومه شويه. بقيه الفرق الثانيه اذا كان الصيد او اذا كان وادي دجله بتبقى المستويات بعيد شويه عن الاهلي وبعيد شويه عن الزمالك، الماتش بتاعهم بيخلص 3-0 ممكن يكون فيه لعب شويه بس الفرق بتبقى بعيده. طبعا لسه الفرق صغيره بتتكون جديد، فرقه وادي دجله مثلا بيعتمدوا بشكل كبير جدا على البنات بتوع وادي دجله، يعني مش بيجيبوا بنات من انديه ثانيه من بره ولا حتى من بره مصر ولا حتى من جوه مصر، هم بيعتمدوا على القطاع الناشئين بتاعهم بشكل كبير. يمكن لو فكروا شويه بره الصندوق ان هو يجيب بنات من بره من انديه ثانيه بيتهيألي ان هو ممكن يرقي نفسه ويطلع مستوى ثاني وممكن ينافس على بطوله بعد كده. نادي الصيد كذلك برضو، فانا بيتهيألي ان ده الفروقات اللي باينه في الانديه، احنا بنتكلم على مستويات، المستويات ديت لو انا طورت نفسي بكواليتي اللعيبه اللي انا بجيبها للفرقه لا بقدر اطور من نفسي واطلع مستوى اعلى. طيب ان شاء الله بنتمنى كل التوفيق للاعبات طايره الاهلي النهارده في مواجهتهم الثانيه امام نادي الزمالك، يعني خلاص دقائق قليله جدا بتفصلنا عن بدء هذه المباراه، بنتمنى فيها كل التوفيق لسيدات طايره الاهلي في مهمتهم. ودلوقتي هنروح لمعلقنا طبعا كابتن كريم جمعه لبدء الماتش.